جوج مرات عافاك عطيني لادريس ديالو صافي مرحبا. بدات الفكره ديالي في هذا الميدان ملي كنت خدمت في واحد سميتو في واحد اوتيل وهنا فين بدات البدايه ديالي ديال ليفريزو مثلا كنا سابقا كنا كنديروهم بسميتو بالموتور نظرا دابا ولات كثرت الحوادث هذا فضلنا نولي نديرو تخوطيناش وهذي وكانت الفكره ديالي وطرحت على السيد اللي مول الشيد السيد رحب الفكره قال لي صافي نولي نديرو ليفريزو بالتروتينيت نظرا انك ما كتاخذ داكشي اقتصاديا والوقت دغيا كيكون يعني الطلب ديال مثلا الكليان دغيا كتوصل ليه الكوموند باقا سخونه يعني والتروتينيت اللي كنمشيو بها بحال هكا يعني الناس مرحبين بكلشي بالفكره وحنا الماطر دابا ماشي ديال سميتو هنا من الافضل تكون لي تروتينيت مثلا في المدن الصغيره ولا تكون تروتين ليفريزو بلاص كتكون اقتصاديه ونفس الوقت ما كتكلف لك لا تكلفه لا والو صديقه للبيئه ودغيا يعني الشارج ماشي التكلفه ديالها بحال التكلفه ديال الموتور الدراجه الناريه ما شفتش واحد في المغرب يكون كيدير مثلا تروتين الكتريك نقدر نكون انا الاول ولكن ما عرفتش الناس كاملين اللي كيفضلوا الدراجات الناريه الدراجات الناريه راه كيتشكوا فيها السكينه والافضل تاخذوا تروتينت الكتريك هي لانها اقتصاديه وما عمر يعني تخليك اون بان ولا شي حاجه هي كطلب غير الشحن لمده 3 ساعات حتى 4 ساعات وكتمشي بها كتقضي بها الحاجيات اليوميه ديالك كما كان التوتال ديال هنا وصل ل 30 كيلومتر في الساعه يعني صافي 30 كيلومتر في الساعه راه يعني في المدينه هنايا راه كتمشي غير تجيبها ليفريزو وداكشي ديال الكليان صافي كترجع لا من الافضل يعني كتكون داك الوقت دغيا باش الوقت دغيا كيكون مع حيت هي كما كتشوفوا راه حجم ديالها صغير ماشي بحال الموتور ما كتقدرش كتدخل تقدر تدخل شي طوموبيل ولا شي واحد ولا هذاك حيت هي صغيره دغيا كتوصل للناس كومون ديالو كنديرو فواحد سميتو فواحد المحفظه هي اللي كنديرو فيها ديال التخزين كنبقى حافظين هذيك السخونيه ديالي باش ما تبردش للكليان ولا شي حاجه بدلا من سميتو من الموتور الصداع وهذاك وديما يقدر يخليك اون بان في شي بلاصه لما كيخسر لك فضلنا التروتينيت لانها ما كتخسرش واخا يكون عندها اون بان يقدر يكون لك اون بان خفيف الناس النظره ديالهم ايجابيه حيت يقدر هما كاين البعض الانسان اللي كيشوف ديك الفكره انها فكره كاينه كاين اللي كيقول عن الفكره لا الموتور خاص الدراجه بالعكس انا جاتني عاديه الانسان اللي كيكون مثلا واعي ولا كيعرف ان الفكره كيفاش دايره انها تخطي افضل من الدراجه انا لانها كما كنا ذكرنا سابقا كدير سميتو صداع الناس وكتلوث اون بان بزاف والتكلفه بزاف في ليسونس هذه اللهم هذيك الاموال اللي كتخسر على هذيك الموتور هذا التروتينت راه كتجمع في كل شيء وكتولي يعني التكلفه ديالك قليله يعني كتكون غادي هذاك يعني كيكون عندك عقلك في هذاك التوصيل خاص يكون غادي للكليان بحال غادي لداركم ماشي غادي كتلعب بها ولا شي حاجه وتخسر طيح تقول هانيه فهمتي غيخسر مول سميتو مول المحل وتا يعني غادي تخسر حتى الصوره ديالك مع الناس يقول هذا راه ما بقاش يعطيو مثلا خص ما بقاش يوصل مثلا ذاك الكوموند راه كيلعب بها في الدار كيلعب بها في الزنقه يعني صافي يعني كتبقاش هذيك لك انت دابا داك التوصيل ما كيبقاش هذيك الخدمه ديالك هاد الناس اللي كيمشيو بسرعه وكيبقى كيلعبوا بدك الالعاب ديالهم وهادي كنقول لهم هادي سميتو انهم داك الشيء راه ما خدامش الا كنت باغي تمشي الطريق سير نيشان لان الحوادث راه ما كترحمش تقدر يجيك شي طير لك شي رويده ولا دير شي كسيده وتاخذ خوفك شي طوموبيل والوالدين ديالك هما اللي سميتو في السبيطارات وهادي
و ديال الرساله ديالهم الله يدوم ولا ولا بغاو هذاك يمشيو في سميتو السلامه ويمشيو نيشان ما يبقاش زيكزاكي وداك الشيء ديال سميتو حيت داك الشيء كيجيب المخاطر في الاخر الوالدين هما اللي كيتمحنوا يعني ديال الرساله ديالهم نقول لهم الله يهديكم نقول لكم واحد الحاجه بان كما الفلاح كيصبر على الثمره ديالو ملي كيزرع كيحصد كيزرعها حتى نتوما يا كافحوا اللي بغى البروجي الله يسهل عليه يعني بشويه بشويه مثلا تخدم في واحد شي مثلا شي بلاصه وتبقى تجمع فلوس فلوس بشويه بشويه تشوف شي واحد اللي وقف لك تشوف شي سميتو شي محل وشويه شويه تطور في سميتو في المشروع ديالك والله يسر الجميع. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.